الله يسلمك. رحت حتى يبدا بعيدة على تونس آلاف الكيلومترات، معناها دخلت عليه الأحداث وما عادش ينجم يوصل لها هكاك من غير ما يفكر ومن غير ما يخمم ومن غير ما يتحاور ومن غير ما يبدا فيها الرأي، أو على الأقل تساؤلات. على الأقل تساؤلات. الحقيقة يظهر لي أنه الأمور ولا تتواتر والضغط ولا يكبر والناس تحس اللي فما حياة باش تصير، الناس تحس بطبيعة الحال ما فماش حجج ملموسة أنه باش تصير حاجة، لكن اللي نشوفه فيه واللي هو ملموس هو أن الضغط أكثر والعباد قلت تتعشق، الناس ما عادش حاملة شيء يصير، خاصة أنه من جانب الأمور الأخرى الحياتية نتاعها الأمور معناها قاعدة تتعكر يوما بعد يوم، تضعف يوما بعد يوم، وتصعب يوما بعد يوم. لكن ما يلزمناش نستعجلوا إرادتنا في أنه تصير حاجة، لأنه إحنا ماذا بينا يصير تغيير طبعا، لكن التغيير اللي نحبوه لازم البلاد تبدا متحضرت له، وتبدا الناس اللي نافذة أو باش تكون نافذة في التغيير هذايا تبدا قابلة فكرة المؤسسات وفكرة التعددية وفكرة التشريك، وهذايا ما هوش متأكد الحقيقة، خلينا نقوله الحقيقة كما هي. لكن فما حاجات باش تهرب بينا وباش تتفرض علينا، لأنه كما يقولوا الطبيعة تأبى الفراغ، لا ناتور أوغور دو فيد، وتوا فما الفيد، لأن حتى السلطة الشيء اللي تعمل فيه ماهيش مالية المكان، فما سلطة تلقاها مستبدة ولكن مالية ومحيطة بالموضوع من نواحيه الكل، فهمتني؟ ولو حتى كي تبدا كيكة هي معناها شيء مش كافي. احنا هي الامور مش هك، والامور نحسوا فيها مش تفلت، بل هي في جانب كبير منها فالتة، فما حد شيء قاعد يصير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وعلى المستوى السياسي، الضغط عمال يقوى عمال يقوى. شفتوا البارح اكيد موقف عمادة المحامي. الحقيقة أنا ما نحبش نتخمر في الموقف هذايا، لأنه لازمنا نكونوا معناها فاهمين الموضوع وفاهمين كل المعطيات. أولا المحامين التوانسة، نحكي على المحامين مش على عمادة المحامين، فيهم برشا ناس ونسبة محترمة من الناس اللي يحبوا على التعددية وعلى الديمقراطية ويحبوا البلاد تتحرك في اتجاه آخر غير اتجاه الشعبوية ولا الشيء اللي قاعد يصير اللي قاعد يخلف في معناها تدهور كبير. هذايا لازمكم تعرفوه، واكيد انكم تعرفوه. شوفوا المحامين كي تشوفوهم فردا فردا وتحكيوا معاهم تلقاو برشا منهم في المستوى، ناس حداثيين، ناس معتدلين، ناس ما يحبوش الشعبويه، ناس يحبوا المردوديه الصحيحه، فهمتني؟ ديفيسيونس رونتابيليتي تاع كل حاجه تعمل، الناس يعرفوا قيمه الاقتصاد والاعتناء بالاقتصاد، وناس مش نتاع كلام وشعارات وبلا بلا بلا كيما يقولوا. في عماده المحامين يعني الناس اللي تشرف على المهنه في مستوى العماده، فما امور اخرى، فما ساعه كيما الاسلاك اغلبيه الاسلاك فما مصالح نتاعهم تتعلق بكل شيء. داير وهذه نحب نسكر تحتها. علاش البارح تخدم الموقف؟ انا ما نجمش نفصل الموقف هذاك اللي هو فيه فيراج من طرف العماده، لان العماده مواليه، والعميد قال بصريح العباره انه موالي للمسار في اكثر من مره. الموقف نتاع البارح انا ما نجمش نفكه من حقيقه، هو ان تعرفوا المحامين طالبين باش يزيدوا في ما يسمى باتعابهم ليزونوريير نتاعهم، وخذوا القرار هذايا، لكن مجلس المنافسه معناها جمد الشيء هذايا في انتظار انه يصدر فيه قرار ممكن هما يكونوا يحبوا يضغطوا
ويحبوا يلعبوا ورقة سياسية للمزايدة باش السلطة تفرض على مجلس المنافسة وفي الأخير مجلس المنافسة باش يفك عليهم ويخليهم يزيدوا في الأتعاب، ما يسمى الأتعاب يعني جرايات نتاعهم، ما هيش جرايات، الأجرة نتاعهم أجرة كيما عندي فهمتني زونوريه نتاعهم، يحبوا يزيدوا فيهم هم. ومجلس المنافسة قال لهم توا لا، هاو نجمدوا العملية في الأثناء، هم يحبوا يضغطوا لأنهم يحبوا يزيدوا في مداخيلهم ويحبوا يزيدوا في الأجرة هذه، وهذا بالنسبة ليهم هام. واللي منكم يخمم أن عماد المحامي المسألة هذه عندها هي ثانوية، يعني أنا بالنسبة لي أنا مو فاهم حتى شيء، لأن عماد المحامين تحب المحامي يدخل في كل شيء، تحبوا مثلا يفرضوا على البنوك والشركات الكبرى أنها تتعامل مع المحامين باش يعملوا لها العقود نتاعها، في حين أنهم عندهم مصالح قانونية يخدموا مستنسين ويعرفوا كيفاش يعملوا عقودهم، ويحبوا تشريك المحامي في كل حاجة في البلاد يتم بسيف على الناس وعلى المتدخلين الاقتصاديين، وهذايا ما هوش باهي، لأن أنا كفاعل اقتصادي نختار وحدي شكون يساعدني باش نتعامل معاه في المجال القانوني، علاش تحب تفرض علي أنت المحامي تاعك أو فلان أو فلتان. هذا موضوع مهم. الحاجة الثانية هي أنه تعرفوا أن العلاقة بين رئيس مجلس النواب والسلطة على هرم السلطة السياسية في البلاد ما هيش ولا بد، هذه عندنا فيه حاجات وثوابت تعرفوهم ويعرفوهم الخاص بالعرب، وحكاية الكهرباء وحكاية القانون تجريم التطبيع والكلام اللي قالوا بودرنالة اللي معناها نشر فحوى معاذة ليه مع رئيس الدولة في التليفون وكذا، والجو ما هوش هو بالكل، وفما حتى نواب كلمت بصريح العبارة على الموضوع هذا وقالت فيه أنها معناها الأشياء ماشية وتدهور في العلاقة بين رأس السلطة ومجلس النيابي أو على الأقل رئيس مجلس النيابي. داكور دونك ما تنحيوش المواضيع هذه، ما فماشي قطوسي صدى ربي، هذا تعرفوها، ولكن اكثر من انه ما فماش قطوسي صدى ربي الموقف نتاع المحامين هذا لازمنا نحتاطوا منه، لكن ديما ناخذ بعين الاعتبار الكلمه اللي قلتها انا تصور في الاول، ان المحامين كي دخلهم ككار بروفيسيونيل فيهم برشا ناس ما همش ماشيين مع التيار هذايا نتاع الشعبوية، وما همش مساندين المسار، وماذا بهم الصفحة هذه تتطوع. لذا احنا من احسن تقريبا الاذكى هو انه ما من لبسوش الحاجات والشكوك اللي عندنا تجاه العمادة لكامل المحامين، لان كيف تشوف الموضوع من قريب تلقى برشا محامين معك ويخموا كيفك ويخموا بالطريقه اللي قاعده نتكلم بها توا. على كل انسان يقرب ويبعد على المسار لابد ان نرحبوا به مهما كان، حتى الناس اللي كانت تدعم في المسار وتدز معاه حنا هاكا نعرف، واللي كيما نقولوا اللي في القلب في القلب، ميمونة تعرف ميمون، وراو زايد معناها شيء متخبى مواقف مسجلة، والناس الكل تعرف روحها اش قالت وين ماشية وين ماشي فلان وين ماشي فلتان، لكن توا مسالش لا سينرجي أن القوى كلها تمشي في توجه باش يعلى صوت التحرر والانعتاق في تونس. هذا هو المهم، وخلينا من الكامبين والحكايات الفارغة والريجلمون دو كونت معناها نصفيو حساباتنا في بعضنا كل شيء، لا، يلزم نقفوا مع عقلية التحرر والعقلية الديمقراطية والدفاع عن الحريات والحقوق والدفاع عن مستقبل الأجيال الموجودة اللي اليوم
ما عندها حتى أفاق، الأجيال الصعبة عفوا اللي اليوم ما عندهاش أفاق وما تعرفش في روحها كيفاش تمشي. إلى اللقاء.